عندك منتج حاب تعلن عنه او معلومات بمحتوى تعليمي كبير حاب ان انت تلخصها بمقطع مرئي قصير تفيد فيه متعلمينك، او عندك بزنس وحاب ان انت تبرز في عرضك لمحتواك، او عندك مثلا برزنتيشن وحاب ان انت تبهر الموجودين انك تعرض لهم مقطع مرئي بسيط لخص كل المعلومات اللي حاب تقولها، كل هذا راح تتعلمه بدورة الموشن التعليمي. أعلمك شلون تصنع محتوى مرئي ممتاز باستخدام سلسلة أدوبي، وبنهاية الدورة راح تكون متمكن من صنع موشن جرافيكس جدا رائع يخدم مجالك اللي أنت حاب تصنع الموشن جرافيكس علشانه. معاكم عبد العزيز فيحان، تابعوني على كورس ستار.